صباح الخير يا وجه الخير، صباح النور والسرور. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اذا كنتي اول مره تشوفي قناتي نقول لك مرحبا بك والف مرحبا. اول حاجه البنات نبدا بها هي انه نحل كامل تواقيت داري، هكا تدخل الشميسه والهواء نقي ونهوي كامل الدار. كما لبنا كامل الشميسه والهواء هما الصحه ديالنا، ولازم نحرصوا على هذه الحاجه. وهاد اليمات راهو الحل بزاف شباب، وشميسه مالها كان بروفيتيو منها. الو لي في اليوم انا حنيتواي لا ماشين لافي تاعي، قلت نشارك معكم افيك دي زاستوس باش نقيها ايتو. دونك كيما على بالكم لا ماشين لافي لازم لها او مينيموم مره في الشهر تنغسل تتنقى كامل، كسوا الداخل هذا تاني، سورتو هذا تاني اللي يخبو بالصابون تاع لا ماشين تاع الغبره، هذاك راح يخليها لكم بزاف موسخه. دونك دو بريفيرونس تغسلو بليكيد، تشوفونا كي نغسل بليكيد ما تبقاش بزاف موسخه، ما يلصقش بزاف هذاك لو صابون فيها. مي مالغري راني حنحيها ونقيها كامل، ونقيها كما قلت لكم كامل من الداخل. راح نوري لكم لو برودوي اللي راني حنخدم به. الو لي في راح نوريكم لو برودوي اللي استعملته انا هنا، سي بون هوك مخدوم واجد. الحاجه الاولى اللي استعملتها فيه هي البيكربونات، كما نعرفوها وما كانش دار ما فيهاش البيكربونات. كما راكم تشوفوا متعدد الاستعمالات، ملتي يوزاج، نستعملوه في شحال من حاجه. باردون هنا راه مورونا هكا دي زيكزامبل في لي تابي، نغسلو به لي تابي كي يكونوا ديتاش، مام لي كولور تاعهم راح يعاودو يحيو مداره وجديد. نغسلو به تاني لا ماشين لافي كيما راح نستعملو انا دوكا، مام بور الفريجيدير تاني نقدرو نديزانفيكتيو به الفريجيدير، راح ينحي هادوك الروائح لي يكونوا فيه تو. حاجه تاني واحد اخرى اللي هي الخضر والفواكه، نقدروا نغسلو بها راح ينحي لهم هذوك المبيدات اللي يكونوا فيهم. وتاني نستعملوه هنا للمطبخ، للطبخ، لشحال من حاجه كيما قلت لكم. تاني في لابوات تصيبوا تاني استوس ديتيليزاسيون، نصائح الاستعمال، تصيبهم اون عربون فرونسي. راح تصيبوا بلوزور موديل ماشي غير هدايا، كاين دوطخ موديل. انا راهو عندي بور لو مومون هدايا خدمت به ديجا مليح، هما كامل كيف كيف لي بيكربونات، كامل كيف كيف، زعما ما كاش حاجه مارك مليحه لا مارك ولا بور ما هكذايا نورمالمون. الوغ هنا قلت لكم يدير لكم كامل نصائح الاستعمال، وين تستعملوه، واش تخدموا به، واش ديروا به. وهذا هي هذا البيكربونات. الحاجه الدوزيام اللي خدمت بها اللي هما لي كريستو. لي كريستو كاين بزاف ما يعرفوهمش، انا كنت هضرت لكم عليهم ديجا في لاباج تاعي انستغرام، وريتهم لكم واش ندير بهم. انا واش نخدم باللي كريستو جينيرالمون كي نغسل الحوايج نحطهم في لا ماشين لافي، راح نحط توجور قيس هنا كيما قالوا لنا هما 60 غرام منهم مع الحوايج، راح يحافظ على لي كولور تاع الحوايج اللي غسلتهم، او ميم طون راح ينحي الكلس لو كالكير اللي داخل لا ماشين لافي. كيما تقدروا تاني تنيطوي به لا ماشين لافي وحده كيما انا راح ندير اون بعدا، باسكو انا سي بون غسلت الحوايج الصباح ونسيت ما درت فيه لي كريستو، دونك خليتهم اللون بعدا باش كي نيتوايه كامل ونديزانفيكتيه من برا ايتو، نرمي له قي 60 غرام ونحطو لداخل ونخلي لا ماشين دور وحدها غير بلي كريستو هادوما. و فوالا لي كريستو هادوما تاني ملتي يوزاج كيما البيكربونات، نمسحو به الارض باغ اكزومبل البيدون تاع المسح تاعكم تقدروا تاني ترمو فيه. هنا يقول لكم انا سي بور سا جي غاردي هاد الورقه تاعو، باسكو هو يجي في ساشي ويجي فيه هذه لاصقه. الوغ ساشي هذاك باش ما يتقطعش ويقعد يتراما، حطيته هنا في هاد البلاره. تصيبوا نيمبورت كل بواط عندكم هكايا، انا درت في تاع الشوكولا حطيته فيها وزدت لصقت هذه، باسكو هنايا داير لكم طريقه الاستعمال واش تستعملوه كامل. كيما هنا كتبوا لنا الاواني والمجوهرات الفضيه، راح يقول لكم شحال تستعملوا منه، شحال تحطوا في الماء منه، فهمتوا؟ سي بور سا انا جي غاردي هذه باسكو ما رانيش حانشفى على كلش. نستعملوه تاني الاواني الزجاجيه، انا نغسل به زعما الكيسان تاع الماء تاع لاتاي ياكم جايين ترونسبارون. الوغ هذاك الزجاج كي تغسلوا به تحطوا هاد لي كريستو في هذاك الماء كي تكونوا تشلوا ولا مع الاول ثاني كي ترغونوا، راح تشوفوا واحد البريق كيما نقولوا لمعان بزاف هايل. تا
تاني نستعمله في الأحواض، مساحات الحمام والمطبخ. تاني في تسريح الأنابيب المسدودة، كي يكون عندكم كرش فايس هكا مبوشين راح ترموا هاد لي كريستو وراح ي... راح ي... راح ي... باردون راح لي كامل راح لي لومو راح يديبوش عبارة. تاني نستعملوه في تبييض الملابس وإزالة الترسبات الكلسية، كما قلت لكم أنا نديرو في لاماشينا رافي على جل على جل لوكال. المكون الثالث اللي هو الخل، هي دو بريفيرونس لو كان عندكم الخل الأبيض، أنا ما راهوش عندي سي بوغ سا استعملت هدايا. كيف كيف ليسونسيال الخل، باسكو الخل ديزانفيكتون. ونستعملو الماء. ألوغ شحال راح نديرو كل حاجة؟ ناخذ زوج فناجل تاع القهوه نديرو فيهم الماء، زوج فناجل ماء فوالا. البيكربونات راح نستعملو نص مغرفه كبيره، لي كريستو هادو ما تاني نص مغرفه كبيره، والخل زوج مغارف نحطوهم كامل كيف كيف، نخلطوهم كامل كيف كيف، نستناو برك لي كريستو يدوبو ونبداو نخدمو به نورمال. راح نبدا نقي فيها. شوفوا هنايا هذا كاين بزاف لي ما على بالهمش بلي يتنحى، ما يقدروش ينيطوايوه، مي هو يتنحى. شوفوا اذا كنتو تشوفوا هنايا هدايا تتعبز، شوفوا داير مورين بلي شغل الصباع يتحط هنايا، هاد تتعبز برك هكذايا ونجبدوها فاسيلمون. فوالا شوفوا كيفاش راهيك مسخه، بون ماشي حاجه كبيره مي راهي مسخه. دوك نحطها في الماء في الماء سخون وندير لها شويه صابون ونخليها يتنحى وحده فاسيلمون ونقي هادية. نبدا نقي فيها هكذايا ندير مليح. شوفوا الا ما قدرتوش تنقوهم، الا تاعكم ما تنحاش هكذا من هنايا حكموا بغوسادو ودوروا عليها كامل، المهم هنايا بالبغوسادو راح يتنحى لكم كلش. تكون عندها ماشينا لافي هاد لاكولور كي راح تمسحو بهاد لو برودوي راح تردها لكم تبرق تبرق ونجي غير هداك من شريتوها. وتاني حاجة البنات تغسلو الحوايج ابخي شاك لافاج خلو لا ماشينا لافي تاعكم محلولة، ما تغلقوهاش كي تجبدو الحوايج منها، خلوها محلولة هكا باش الداخل تتنفس وتنشف وما تريح لكمش. انا نزيد هذه الجهه سي بون. لو تيروار تاني راهوك مغسول كما قلت لكم، حطيتو غير في الماء سخون وصابون ومن بعد جوست عاودتلو بال لو برودوي هذاك جوست بور لو ديزانفيكتي. فوالا هاديك دوكا راح نزيد نمسحها من من برا هكذايا دوك راني وحدي ما نقدرش نجبدها باسكو هنا لازم راجلي هو يجبدها، هذه ثقيله بزاف ما نقدرهاش، مي معليش نمسحها غير هكا شويه شويه. راهي ديجا بروبر باسكو كيما قلت لكم كي نمسحوها مره في الشهر سي سوفيزون، شغل راح تقعد لكم توجور بروبر تقعد لكم نقيه. نزيد نعاود لها بلو شيفون ناشف هكذا
اي فوالا، هاي الكلام ماشي. نشوفو كيفاش راهي تبرق، تنقات تخي بيان، المرايه تاعها راهي تشعل كما قلت لكم. لو برودوي هذا بزاف بزاف هايل، غير جربوه، نقو به لي ماشين تاعكم، لي فريجيدير. دوكا واش راح ندير؟ هذاك لي كريستو راح نزيد نرميهم داخل لا ماشين لافي، نخليها الدور دورة تاع رابيد، نرميهم هكا الداخل. فوالا نشعلها نديرها في الاكسبريس. انا عندي اكسبريس وعندي اكسبريس 14، راح يكون فيها 14 مينوت هكذايا تاع فيت في برك باش بور ديزانفكتي الداخل. هذا ما كان حبيباتي، لحقنا لهنا لا فان تاع لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله نكون فتكم بالتدبيره اللي مديت لكم، ونتمنى انو تجربوها. وهكا خليو لي رايكم في التعليقات. دوكا ما بقى لنا نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، نتلاقاو في نوفيل فيديو ان شاء الله. باي باي.